الأصل الخامس والأربعون، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه عند أحمد قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة شيء يصنع، من أي شيء يصنع؟ لا ننظر إلى ماهية الشيء، لكنه يصنع من أجل أن يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى زوجته، هذه هي التولة، فهذا من الشرك. فإن كان يعتقد أن هذه التولة تؤثر بذاتها فهذا شرك بالله، يكون شركا أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا آخر. وإن كان يعتقد من أن الله هو الذي يدفع الضر ويجلب الخير لكن جعل التولة سببا فهذا شرك أصغر، لأن الشرع لم يجعلها سببا في جلب نفع أو في دفع ضر. ولذلك دبلة الخطوبة إن اعتقد الخاطب أو العاقد هذا الأمر فيكون نفس حكم التولة، أو اعتقدت المرأة. ولذلك ربما أن بعضهم يقول ليس هناك اعتقاد، لكنه لو أن المرأة خلعت هذه الدبلة أو أنه خلعها وجدوا في أنفسهم من أن الفراق قد يحصل، هذه تولة، هذه تولة. فالذي يأتي بالنفع والذي يدفع الضر هو الله. بل هذه الدبلة لا تجوز لأن بها تشبها بالنصارى، لأن النصارى حال الخطبة يأتون بهذه الدبلة، دبلة الخطوبة، ويضعون الدبلة على الإبهام ويقولون باسم الأب، ثم يضعون الدبلة على السبابة فيقولون باسم الإبل، ويضعونها بعد ذلك على الوسطى فيقولون باسم روح القدس، ثم ينتهي بهم الأمر إلى أن يضعوا الدبلة في البنصر. فلو لم يكن هناك اعتقاد فلا يجوز، لأن به تشبها بالنصارى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عند أحمد وأبي داود قال: ومن تشبه بقوم فهو منه. ولا يحصل الأمر بدبلة، لو أتي إلى المرأة بعقد أو بقطعة ذهب وبقطعة فضة أو أي شيء وكان هذا الاعتقاد موجودا فهذه تولة.